أخوكم أحمد متولي، مسؤول المبيعات في شركة فواز سكر لتجارة السيارات المستعملة. طبعا احنا بفضل الله عندنا صالتين عرض متخصصين في تجارة السيارات المستعملة الخليجي. عندنا صالة عرض موجودة في سوق السيارات، سوق الحراج الجديد في الشارقة، رقم المعرض 63، شركة فواز سكر. وعندنا صالة عرض تانية موجودة في الشنقة في الموتور وورد بنفس الاسم فواز سكر. احنا طبعا متخصصين في شغلنا في السيارات الخليجي، متخصصين بشكل ادق شويه في السيارات المرسيدس، بنركزين شغلنا عليها شويه. عندنا طبعا سيارات رانج روفر، عندنا موديلات عاليه جدا، وعندنا تشكيله كبيره جدا من السيارات، الموديلات العاليه والموديلات الوسط. طبعا حضرتك كعميل ممكن تسالني تقول لي طيب ايه السبب اللي يخليني اشتري السياره من عند حضراتكم، ما اشتريهاش من اي شركه تانية او من اي معرض تاني؟ السبب الاولاني ان اي سياره احنا بناخدها بنفحصها فحص شامل من البامبر للبامبر، فبنختار السياره بعنايه شديده جدا جدا جدا، وبنهتم بنظافه واناقه السياره كويس جدا. فاي سياره بنختارها بنفحصها فحص شامل من البامبر للبامبر، ولو فيها اي مشكله ما بنشتريهاش اصلا عشان نرجع نبيعها لحضرتك. السبب الثاني ان احنا عندنا امكانيه التمويل عن طريق البنك من دون دفعه مقدمه، مع امكانيه تاجيل القسط الاول لاول 3 شهور، مع امكانيه اضافه التامين الشامل ورسوم معامله البنك ورسوم التسجيل اضافه الى القسط. يعني حضرتك بتستلم السياره من غير ما تدفع ولا درهم، احنا بنشيل عنك كل الكلام ده، وده طبعا ميزه مش اي معرض بيعملها ومش اي شركه بنعملها، ان هو يسلمك السياره زيرو داون بيمنت من دون دفعه اولى، مع تامين شامل، مع تسجيل السياره شامله كل المصاريف، حضرتك ما بتدفعش اي شيء. يعني حضرتك بتستلم السياره وتقول لي السلام عليكم.